عشان نعمل شوربة البنجر انا عندي هنا بنجر مبشور، عايزين تستخدموه ني تبشروه وهو ني ماشي، عندكم انتوا اصلا بنجر مسلوق ماشي، هينفع الاثنين. عندنا بصل اخضر مفروم، اللي ما عندوش بصل اخضر يستخدم كرات. عندنا توم مفروم وبابريكا، روز ماري، زبدة ومرقة او مية، ملح وفلفل وكريمة اختياري الكريمة. عندي لسان عصفور، للتقديم عندي ساور كريم وتوست محمص وشبت، وطبعا برضو ممكن نكتفي بالتوست المحمص بس لو انتم مش عايزين تحطوا ساور كريم، ممكن تستبدلوها باللبنة لو ما عندكوش ساور كريم. الشبت بيليق قوي مع البنجر ومن الحاجات اللطيفة جدا طعمهم مع بعض. هنعمل ايه؟ سخنت الحلة كويس قوي، هحط هنا شوية لسان عصفور اللي هستخدمهم، شوية لسان عصفور أو شعرية، معاها معلقة صغيرة من الزيت ورشة الملح بتوحد لون لسان العصفور وبتديله نكهة طبعا. وآدي التقليبة ونتركه في سلام لحد ما ياخد لون ذهبي كده لذيذ. أوكي، آجي هنا على الحلة وأقوم نازلة بمعلقة زبدة، مع معلقة الزبدة دي هنزل البصل الأخضر أو الكرات أو الاتنين مع بعض. الكرات في الشوربة بيبقى رائع. تقولوا لي ليه يا أميرة بتستخدمي الووك؟ أقول لكم علشان تشوفوني، عشان في الحلة مش بتشوفوني كويس. فص توم مفروم، روز ميري إن وجد، ما وجدش خلاص مش ضروري. رشة بابريكا مش ضرورية قوي برضو، ممكن نكتفي بالملح والفلفل عادي. البنجر المبشور سواء مستوي أو ني. الريحة يا جماعة، الريحة الريحة الريحة. شوربة، مية، أي سائل. عايزين تحطوا كريمة ربع كوباية فقط لا غير، وممكن تبقى كريمة نباتي كمان. معلقة صغيرة يعني عودين من الشبت، ممكن نقدمها كده وممكن نديها ضربة بالهاند بلندر. دي من الشربات اللطيفة جدا للأطفال ولكبار السن، لأن حقيقي مفيدة جدا جدا، وممكن تصفوها بمصفة أو بشاشة لو عندكم حد عنده مشكلة في البلع. بيفرقع زي الطماطم بالظبط، بس انا خلاص انا سويت، هرجعه تاني على النار علشان لسان العصفور. او ممكن اقول لكم تركه لطيفه قوي بعملها للشربات، عشان لسان العصفور بيضايق الناس كلها انه بيشرب الميه بتاعت الشوربه كلها، فهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي عشان حيله من الحيل اللي بنعملها. ولو كذا حيله انا قلتها لكم قبل كده، ولكن دي حيله من الحيل اللي بنعملها عشان لسان العصفور ما يشربش الشوربه كلها ويعجن، ومهما ازود ميه الاقي برضو لسان العصفور بيشربها. فانا نقلته اهو على النار العاليه وخلاص رفعت الشوربه لانها خلاص استوت وتمام واتضربت وكله، عشان ما تقعدش تفرقع على النار. وهنا عايزه لون ذهبي فاتح، مش عايزه بني ولا عايزه الوان غامقه ولا حاجه، بس عايزاه يتغلف بالماده الدهنيه وياخد نكهه كده من التحمير الخفيف، يعني مش حاجه جامده قوي. اي شوربه هتحطوا فيها لسان عصفور لازم نديله تشويحه بالماده الدهنيه، ولو احنا اصلا محمصينه في البرطمانات في تحضيرات الشهر او الاسبوع بدون مادة دهنية، اما اجي اطبخه اديله نقطة مادة دهنية كده واغلفه بيها على النار في السريع، تشويحة بسيطة
لون بسيط. شميت ريحته حلوة كده، أقوم منزلة عليه مية سخنة، وأقوم واخداه غلوة في المية السخنة دي، وأقوم طافية عليه ومغطية عليه يكمل تسويته في البخار. وبعد كده أقوم منزلاه على الشوربة وغلياه مع الشوربة بتاعتي غلوة، أيا كانت الشوربة اللي أنا بعملها. وشكرا. انسوا ان لسان العصفور يعجن، انسوا انه يشرب مية الشوربة كلها، وده تكنيك انا بحب استخدمه كتير في البيت، وكمان بيوفر معايا وقت لان بكون الحلة على النار والحلة التانية او الطاسة التانية على النار في نفس الوقت، وبنجز وقت كبير قوي، خاصة ان انا بشيل لسان العصفور دايما متحمص عندي، فيدوبك بنزله تقليبة واحدة مع الزيت، واقوم مدياله رشة الملح، واقوم مدياله المية، غلي معاها الغلوتين زي كده، اقوم واخداه بميته، ويا اما اغطي عليه واسيبه 10 دقايق متغطي عليه، يا اما اخده واقوم منزلاه على الشوربه وبرده مش هشغل عليها. خلاص هي كده بالنسبه لي، خلاص هقلبها بس تقليبه. شايفين جمال لون الشوربه؟ برده كالعاده رشه الفلفل الاسود في نهايه طبق الشوربه لابد منها، ونغرف.